ابني عنده 30 سنة لما عمل العملية، كويس، عملية في النخاع الشوكي. تمام. كان أحسن قبل العملية، بعد العملية بقى مش قوي، نصه اليمين كله مش مظبوط، يمشي شوية يتعب، يقول لي نص اليمين منمل. المهم رجعنا للدكتور تاني اللي عملها له، قال له انت عايز تدخل جراحي تاني، وانا مش مرجح التدخل الجراحي ده، الدكتور هو اللي بيقول له كده. طب ايه الحل؟ رحنا لكذا دكتور قال نفس الكلام، انت عايز عملية بس احنا مش مشجعين العملية. طب نعمل ايه؟ طيب يعني لدرجة الشبشب ما بيعرفش يلبس الشبشب، طيب رجله مش بتمسك الشبشب كويس. هو عنده كام سنة يا مدام هدى؟ هو عنده 30 سنة. المهم هو كان ودي كويس جراحة، قبل نعم دي جراحة ايه اللي هو عملها في المخ؟ لا مش في المخ، في النخاع الشوكي. في النخاع الشوكي. في أنهي منطقة؟ في أنهي منطقة؟ دكتور بيقول عند اسألها، أنا المخيخ. هسألها أي حاجة. نعم يا عند فندم؟ في أنهي منطقة يا مدام؟ عند المخيخ. في المخ يعني، عند المخيخ. المهم دلوقتي هو كان عامل العملية، دكتور سامعني حضرتك؟ أنا سامع يا فندم. كان عامل العملية قبل ما يتجوز. المهم بعد ما اتجوز حالته بقت أسوأ، يشتكي على طول من رجليه اليمين، من ايديه اليمين، وبقى مش قادر على شغله، كمان شغله بيروحه بالعافية، وأحيانا بيجيب من الشغل من كتر التعب. تمام. العملية كانت ايه؟ عملية ازالة ورم؟ لا، بيقول عيب خلقي. طيب يعني طبعا تحت امرك لو نتواصل مع هو العيب الخلقي ده كان مؤثر عليه مدام هدى في ايه قبل؟ كان هو كل اللي حصل له ان هو كان ماشي ودخ شويه ووقع، راح بقى لكذا دكتور قالوا له تعمل عمليه وكده. انا عن نفسي انا ما كنتش موافقه على العمليات، بس لما الدكاتره قالوا لازم عمليه وكده عملها. ولكن هو كان عايش قبل كده طبيعي جدا زي الفل زي الفل. طيب مدام هدى حياتك هترجعي الكنترول، هيدوكي نمرة الدكتور بعد إذن يا حضرتك، ريت حياتك هتواصلي معاه وإن شاء الله خير. بشكرك جد. دكتور، هو ممكن يبقى حصل خطأ أثناء الجراحة؟ لا يعني قبل ما نحكم من الأول نشوف الأفلام قبل العملية كانت إيه عشان نقدر نحكم. صحيح.